بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. سنكسر اليوم الخامس والعشرون من شهر هاتور المبارك. أحسن الله انقضاءه وعاده علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 250 ميلادية استشهد القديس مرقريوس الشهير بأبي سيفين. ولد هذا القديس في أوائل الجيل الثالث المسيحي من أبوين مسيحيين بمدينة روميا، وسمي باسم أبادير، وتدعوه الكنيسة باسم فلوباتير، وهي كلمة يونانية تعني محب الآب، وربياه أبواه تربية مسيحية. ولما بلغ سن الشباب التحق بالجيش الروماني في أيام دوسيوس الإمبراطور. أعطاه الرب نعمة وشجاعة فقربه الإمبراطور إليه ودعاه باسم مرقريوس. وحدثت حرب بين الملك والبربر، فخرج ديوسيوس لمحاربتهم، وعندما رأى كثرتهم فزع، فطمأنه القديس مرقريوس قائلا: لا تخف، لأن الله سيهلك الأعداء ويعطينا الغلبة. وفي إحدى ليالي الحرب ظهر له ملاك الرب بلباس أبيض وأعطاه سيفا، لذلك دعي بأبي سيفين. وبمعونة الرب انتصروا في الحرب، وقد عظم شأن القديس بسبب شجاعته، ومنحه الملك ألقابا ونياشين كثيرة، وأعطاه لقب قائد قواده، وحبه الجميع. ولكن عرفهم القديس بأن الغلبة والنصر ليست من عنده، وإنما هي من عند الرب. لما استراح الإمبراطور من الحرب أراد أن يبخر أوثانه هو وعسكره، فتخلف القديس مرقريوس عن ذلك. ولما أعلموا الملك بتخلفه استحضره وسأله عن السبب، فاعترف القديس ولم ينكر أنه مسيحي، وأن النصرة في الحرب كانت بقوة السيد المسيح. عرض عليه الإمبراطور أن يختار بين منصبه الرفيع وبين إيمانه المسيحي. عندئذ خلع منطقته وملابسه العسكرية وقال الإمبراطور: إني لا أعبد غير ربي وإله يسوع المسيح. فغضب الملك جدا وأمر بضربه بالسياط والدبابيس، وعذبه بعذابات شديدة، فلم يتزعزع عن إيمانه بالسيد المسيح. وأثناء عذابه دخل كثيرون الإيمان بالسيد المسيح بسبب ثباته واحتماله العذاب، واستشهدوا على اسم يسوع المسيح. ولما رأى الملك أن كثيرين دخلوا في الإيمان المسيحي بسببه، أرسله مكبلا بالحديد إلى قيصرية، وهناك قطع رأسه فنال إكليل الشهادة. بارك صلواته، فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.